امبارح طبعا الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي تعادل سلبيا مع البنك الاهلي في المباراه اللي اقيمت على استاد حرس الحدود الماكس في الجوله الثامنه من منافسات بطوله الدوري الممتاز. التعادل ده رفع رصيد الاهلي الى 17 نقطه، وبالتاكيد طبعا مش محتاجين نقول ان كلنا كنا بنتمنى الفوز امام البنك الاهلي. لعيبه الاهلي الحقيقه حاولوا كتير جدا امام الترسانه الدفاعيه للمنافس، لكنها كالعاده كره القدم احنا مش بنحاول نختلق الاعذار من خلال حلقه النهارده، لكن كان في فعلا ظروف صعبه خصوصا في الشوط الاول على حسب ما سمعت وعلى حسب ما شفت طبعا بعد انتهاء المباراه بسبب الامطار الشديده مع التكتلات الدفاعيه للبنك الاهلي، كل ده حال دون تحقيق المطلوب. طبعا هنتوقف كثيرا النهارده عند اخطاء التحكيم اللي كانت في مباراه امبارح، واللي الحقيقة من امبارح لغاية اللحظة اللي احنا فيها أثارت الكثير والكثير من الجدل. كمان خلينا نقول ان بيتسو موسيماني امبارح حاول يعني اجراء تغييرات هجوميه كتيره لتسجيل هدف الفوز، لكن يعني هنقول ايه، في ايام بتكون الكره خلينا نقول ما عنده لازم ما نوقفش قدامها، ده المهم الا عشان بس نتدارك الاخطاء، وده احد اسباب كمان يمكن نجاح النادي الاهلي على مدار التاريخ. بيتسو موسيماني المدير الفني اتكلم مع اللاعبين للوقوف هنا على الاخطاء وتدارك هذه الاخطاء، خاصه كمان بنتكلم ان احنا انتظرنا مباراة مهمة جدا اللي هي المقاولون العرب اللي هتكون يوم الخميس الجاي ان شاء الله. كل اللي نقدر نقوله هنا برضو يا كريم ان ده دوري والدوري طويل، ولاعيبة الاهلي تعرف يعني ايه التعامل معاه وترجع للانتصارات تاني سريعا، فيعني خلينا نقول ان شاء الله يبقى دوري ممتاز ويبقى دوري اهلاوي باذن الله. الحقيقة كابتن سيد مدير الكره في النادي الاهلي قال ان الفريق كان قادر تماما على حسم مواجهه البنك الاهلي والفوز بهذه المباراه، لكن التوفيق غاب عن اللاعبين، وكمان اشار الى ان هدف ايمن اشرف اللي الغاه حكم اللقاء هو هدف صحيح. كمان قال ان هناك بعض الامور لا يريد التحدث فيها، وان النادي الاهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطوله الدوري المصري ودوري ابطال افريقيا وصاحب اكبر شعبيه في مصر وافريقيا والعالم العربي والشرق الاوسط، ولم ياتي اليه سوى حكمين دوليين مع جولات الماضية في بطولة الدوري العام. وجه كابتن سيد عبد الحفيظ استفسار إلى وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام عن سبب ابتعاد الحكام الدوليين عن إدارة مباريات النادي الأهلي، وأشار أنه لا ينتقد أي شخص داخل المنظومة الرياضية، لكنه بيوجه سؤال مباشر وبسيط إلى المسؤول عن تعيين حكام الدوري المصري، مشيرا إلى أن وجود حكام من أصحاب الشارة الدولية تقليد متبع عالميا مع كافة الفرق الكبرى التي تخوض مباريات قوية في المسابقات المحلية. في حاجة كمان مهمة يا كريم قالها كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، قال إنه دائم المتابعة لدوري الدرجة الثانية، وهناك حكام دوليين بيحكمون في المباريات، ولكن في مواجهات الأهلي الأخيرة لا يوجد فيها حكام من أصحاب الشارة الدولية، وقال إن هدف أيمن أشرف اللي سجله في شباك البنك الأهلي صحيح، خاصة إن مدافع الفريق المنافس لم يرتقي للأعلى، بينما هنا أيمن أشرف بقى هو اللي قام بالارتقاء وكمان لعبها براسه، وهو وضع من ناحية التشريحية سليم. طبعا الهدف ده سبق وتقرر خلينا نقول كتير جدا في أكتر من مباراة لفرق كمان أخرى، سواء على المستوى هنا بنتكلم المحلي أو الإفريقي، زي كمان ما قال كابتن سيد عبد الحفيظ واللي أكد على أن المباراة دي كانت جيدة واللاعبين لم يقصروا فيها، وفيها برضو دروس كتيرة جدا للاعبين وللجهاز الفني.